بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم سليماني الحوتي الحسني محمد، الصفه ديالي وهو رئيس جمعيه مستقبل فاس لمستقبل فاس للتنميه المستدامه. السبب ديال التنظيم ديال هذا الملتقى هذا اللي من هذا المنبر كنتقدم جزيل الشكر للدكاتره المحترمين اللي تقبلوا الدعوه ديالي. هو فيه جوج ديال المحاور. المحور الاول وهو بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 جانفير اللي هو غدا ان شاء الله، شهدت بلادنا تطورات مستمره وعديده في مجال حقوق الانسان بفضل الاراده السياسيه التي ترتبع عنها تشكيل هيئه الانصاف والمصالحه والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الى جانب دور الجمعيات الحقوقيه المتعدده التي ساهمت في الرقي بمجال حقوق الانسان. المحور الثاني وهو مساهمتنا كجمعيه في دعم المجهودات التي يبذلها المغرب للعوده الى الاتحاد الافريقي وفتح مناورات الخصوم. المساهمه في تفعيل الدبلوماسيه الشعبيه للدفاع عن قضيتنا الوطنيه والتعريف والتحسيس باهميه الزيارات الملكيه للقاره الافريقيه. شكرا.